مقال رخام كارارا لا تزال تنتج حجرها المشهور عالميا تماما كما كانت تفعل قبل ما يقارب 2000 سنة. رخام استعمله أعظم النحاتين كديفيد ميكيلانجيلو، ومع ازدياد الطلب العالمي يتم استخراج أكثر من 1,000,000 طن من الرخام سنويا. عملية خطرة كما يشهد عليه هذا التمثال الذي وضعه فرانكو باتاتشي عند مدخل محجرته إحياء لذكرى عمه الذي توفي في ورشة العمل. هذه العائلة في مدينة كارارا تستخرج الرخام منذ أجيال، حجر فاخر عرف إقبالا كبيرا على مر العصور، إلا أن الطلب عليه انهار في الآونة الأخيرة. اليوم تقوم البلدان النامية بالتحويلات داخل أراضيها، كما هو الحال في شمال أفريقيا مثلا أو الصين التي تفوقت في هذا المجال بتكلفة تتحدى كل الأسعار. النتيجة تقول النقابات أن 2000 شخص فقدوا مناصب عملهم، وانخفضت صادرات الرخام بحوالي 16% في عام 2009 مقارنة بعام 2008، وضع يقلق مصانع منطقة توسكان الإيطالية التي كانت تنفرد بمعرفة أسرار معالجة رخام كارارا. أمريكا هي أهم أسواقنا تاريخيا، كانت دائما تشتري من كارارا لأنها كانت دائما تثق بجودة منتوجاتنا وفي طريقة عملنا في الورشات، لذا نترقب انتعاش اقتصادها من جديد. كما ينتظر الكثيرون هنا دعما من الدولة والبنوك لإنقاذ اقتصاد المنطقة بأسرها، وأيضا للحفاظ على أحد أعظم رموز الفخامة الإيطالية.